المكتبة الوطنية الجزائرية إلى عالم الرقمنة الدقيقة، منصة إلكترونية تشمل كل الرصيد المعرفي والوثائقي للمكتبة في استجابة ضرورية حفظاً للرصيد من جهة وتلبية لاحتياجات الولوج إلى المعلومات وفقاً لمتطلبات الباحثين عنها من جهة أخرى. موقع الإلكتروني وبوابة الإيداع القانوني ومدونة الإيداع القانوني وبوابة الناشرين، وهذا هو مشروع وخطوة نحو التقدم في مشروع الرقمنة الشاملة للمكتبة الوطنية التي نحرص أن تكون في مصاف المكتبات العالمية، لأنها تحوز على وثائق ونفائس نادرة. تزخر المكتبة الوطنية بكم من هائل من المخطوطات النادرة، فبات الاهتمام بها والسهر على عدم إضاعتها أولوية قصوى، ما دفع بالمكتبة الوطنية الجزائرية إلى مراجعة سياسة حفظ مجموعاتها من هذه المخطوطات. كل ما يتم إنجازه أو من خلال يعني القيام بالمهمات المكتبة الوطنية عن طريق الرقمنة يكون حينيا ويكون مباشر، بهذا يمكن التغلب على مسألة التواصل ومسألة استدراك التأخر. موقع المكتبة الوطنية هو موقع إلكتروني صمم من أجل تسهيل خدمات المكتبة الوطنية، كذلك من أجل رقمنة الرصيد الوثائقي الموجود في المكتبة وكذلك التراث الوثائقي، جل هذه من أجل الوصول إلى مصاف المكتبات العالمية. والواقع كذلك يفرض علينا هذه العملية. من جهتهم رحب الطلبة والباحثون بهذه المنصة الرقمية من حيث هي تمدهم بالمساعدة القيمة. كنت أوبليجي نحوس الكتابات مانيوالمون، دوكا تولي بلو فاسيل نلقاها تمتم، وثاني كاين اللي بالك ما يقدروش يجوا يديبلاسيو لهنايا، تولي تجيهم فاسيلمون يحوسوا على الكتابات اللي يسحقوهم. أحسعدنا بزاف المنصة هذه اللي داروها، باسكو لا بلوبار دي ستوديون ما يقدروش يديبلاسيو حتى لا بيبليوتيك وما عندهمش الكتابات والمصادر هذوما، تما سافا فاسيليتي لي شوز بور لي ستوديون، يدخلوا في المنصة هذه يجبدوا الكتابات ويقدروا يخدموا أليز. هي الرقمنة كوسيلة تكنولوجية تتيح إنتاج نسخ إلكترونية بديلة عن الوثائق الأصلية، وتكون أكثر قابلية للاستعمال مع ضمان حفظ الرصيد المعرفي من الضياع.